أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي السعي لتحقيق 3 أهداف في غزة، هي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة. وفي كلمته خلال حضوره لاصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب التوقف أمام حجم الدمار في البنية الأساسية في قطاع غزة. بنسعى لتحقيق 3 أهداف ما تغيروش منذ 7 أكتوبر السنة اللي فاتت، قلنا فيها أن احنا 1، إيقاف إطلاق النار، عودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عشان القطاع فيه أكتر من 2 مليون إنسان، والاتنين مليون إنسان دول بقالهم النهاردة سنة تقريباً بيعاني معاناة شديدة جدا، سقط أكثر من 40 ألف، تلتينهم تقريبا من النساء والأطفال، ولازم نتوقف قدام الأرقام ديت، وأكثر من 100 ألف مصاب، ده تمن كبير قوي. ثم أيضا حجم الدمار لكل، مش بس للبنية العسكرية اللي موجودة، لا، حتى البنية الأساسية للقطاع، مستشفيات، مدارس، محطات مية، محطات كهرباء، منشآت عادية، منشآت سكنية عادية خالص للمواطنين.